السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. بما اننا الشخصيات مختلفة فطبيعي لينا احتياجات مختلفة، فكل بنت بتدخل المحل ده بتاخد حاجات مختلفة عن البنت التانية. فبالتالي انا بحب اصور البنات طبعا اللي بيوافقوا يعني على التصوير، ان انا اصور مشترياتهم التمن محل، علشان خاطر انا مثلا في حاجات بستخدمها غيري مش بتستخدمها، غيري مش بتستخدمها، غيري بتستخدم حاجات مختلفة خالص وهكذا. ف دلوقتي انا لما اصور مشترياتهم، انتوا في بنات مثلا مش بمعنى صح مش بلحق اجمع لها كل الحاجات اللي في المحل اللي هي تقدر تركز فيها، فالمشتريات دي بمعنى اصح بتلفت انتباهها الحاجات هي عايزاها، بتعرف اسعارها، بتعرف بتستخدم لايه وهكذا. فالفيديو المشتريات دوت بيفيد بنات كتير باختلاف احتياجاتهم طبعا. فانا حابة ان انا اصور مشتريات البنات وهم خارجين من المحل، فصورت مشتريات بنتين. فاتمنى الفيديو يكون يفيدكم، وقولولي لو عجبكم النوعية دي من الفيديوهات، لان انا صورتها قبل كده ودي تاني مرة. فقولولي لو عجبكم اصوره تاني، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. جوه دي اللي ب37. دي ما يتسلمك 37. وفي الكحل ده مدري ده ثابت والله بتيجي نفسي. لا مجرد ما انا واخداه اجربه، وانا واخده واحد ليا منهم يعني. في كذا حاجه واخده منها ليا. سوري فيديو. في كونتور ده حلو قوي. كريمي ولا بودر؟ لا كريمي. كريمي حلو جدا. ده كونتور بس، باليت كونتور بس. ده ب 45. 45 ام ان. ماركته حلوة. مناقير بهدمي اصلا. في الضوافر دي، دي الاكريليك. الاكريليك 100 مية ب12 ونص. 100 ب12 ونص. ودي تبقى 28. لا 25. 25. ايه ده، هي مخرمة ليه؟ مناقشة بهدمي. كويس. شفتي؟ كويس. الفيديو عمل معاكي مصلحة. لا ده انا كده هضطر اشوف الباقي بقى. جبت الفراش دي. عظيم. شفتها جوه؟ ايوه. وريني بكام؟ 50؟ لا مش 50، 28 ونص تقريبا. والله العظيم دي 28 ونص تقريبا، مش فاكره والله. انا ما اظن. سبت بقى ب 50. وجبت دي، دي زي اللي انا جايبه منها. والقطن ده، والقطن ده، والهايلايتر ده، والكريم ده. والهايلايتر ده بكام ده؟ 23. ده كريم ايه؟ ده كنت جايبه كده كريم بريتي وومن. خافي العيوب ده. ايفر بيوتي. وجبت البرايمر ده. جبت البرايمر ده، ده خافي العيوب. ما جبتش البرايمر ابو 15 جنيه ده، كان نازل على الصفحه امبارح. لا هو ب10. ب10 جربه. ده انت مجرباه قبل كده فعجبك يعني؟ بيبي سكين تحفه. بكام ده؟ ب40. ب40. ده كحل ميبيلين. بكام؟ بلو كرم مع كح. بكام دي؟ مش فاكرة. انا كده بشوف مشتريات البنات. افتحي بقى نشوف شياكته كده، صغنطوط وجميل. يا لهوي. عندي قناة. اوكي بصوا. طب ابعتي لنا اللينك بقى. اوكي طيب. بكام دي؟ 25 او 20. 25 او 23. بيرفن. بيرفن جاي. وجبت موديل الميك اب ده من لارني. لارني. والبيكنج بودر دي بيقولوا تحفه، بس انا لسه ما جربتهاش. لسه ما جربناهاش. كذا حد برضه لسه ما جربهاش. واي سن دي 35. سعرها معروف. ام ان دي وجوش ده تحفه. دي بقى عندي اختها بالظبط 25. حلوه. جبتها 28. وجبت البني دي. ده روج ده. ده روج ده. بريتي وومن. بس كده تقريبا كل حاجه. فاضل الرموش دي سعرها تحفه بقى. بشيلهم انا. كريم كلب. يلا بقى. دول حمام كريم. دوت بزبدة الشيا ب20 جنيه،
ودوت بالبروتين ب20 جنيه، والجنبيه الاصفر ده بالكرياتين ب20 جنيه برضو. اسم القناه بتاعتك ايه؟ اوكي تعالي بقى. جبت دي اي واحده فيهم ب28 صح؟ جربتيها قبل كده؟ لا حلوه بلد اصلا هنجيبها على طول. خلاص يا ماما ماشي. انا عرفت كشري هند اهو. ودي ايه دي؟ هي بقى اللي فاهمه. بالظبط. تعالي قولي لي بقى كومباكت اللي هي بتاعه ميت سينما الجديده، جميله جدا وتغطيتها خفيفه والايفكت بتاعها حلو طبيعي. دي بدل ال بكام دي بقى؟ لا انا مش عارفه الحساب قوي عشان مسجله الحاجات دي كلها عندي، اما اروح بقى اكتب اسعارها كلها. وري 30 جنيه كيكو. 30 حلوه جدا جدا. طيب